بحضور الفنان العالمي ديمتري يلشين القادم من جمهورية روسيا الاتحادية، أقامت جمعية مركز المحترف السوري معرض يضم 10 فنانين حرفيين في مقر الجمعية. من 54 سنة أنا بشتغل دفخ على الزجاج، عندي معارض على مستوى العالم، جاي على سوريا بشكر الحكومة السورية، بشكر أهالي حلب على إتاحة الفرصة أنه أجي على مهد صناعة الزجاج بالعالم كله. زيارة لها طعم خاص بالنسبة إلي لأنه أنا فنان نفخ على الزجاج، فبالتالي أنا بعرف تاريخ صناعة الزجاج. نحن مهتمين مو بس بصناعة الزجاج وإنما بكل الصناعات الحرفية يلي هي سورية مهمة كتير فيها، ورح يكون لنا كلمتنا بإيصال رسالة الحرفيين للحرفيين الروس، لأنه هي واحدة من الغايات الرئيسية لزيارتنا. بتعطي كتير مردود لأخوتنا الحرفيين، بتعطيهم تشجيع للأعمال لبكرة يصدروا أعمالهم. يعني نحن بضمن أزمتنا عم نشتغل ومستمرين، وعنا حرف تراثية المادية وغير مادية. المعرض تضمن لوحات متنوعة عن التراث السوري والمهن الحرفية، إضافة للوحات الخطوط وتطورها بدءا من الآشورية وحتى العربية. شاطات متميزة ترعى الشبيبة، ترعى أخوتنا الحرفيين، نشاطات دائمة متميزة لكي تبقى حلب كما هي صورة يحتذى بها. أخرى شغله كتير كويس ومميز، يعني وشي بطلع كل شيء منه، من الحرامات للطاولات للبلوزات لزوزات طاولات وش لياف حمام طاقيات. مشتركين بمد العربي والتراثي والشغلات الشرقية، عم ناخذ من شغلات من سجادات نحن اليدوي، النول اليدوي والقطع اليدوية وسجاد النسيج، عم نطور شيء انه يواكب هذا الجديد، الشباب الجديده طلباتهم الالوان اللي هي بدهم بقطعه صغيره وما تكون مكلفه كثير. تنوعت المهن المشاركه في المعرض بين الحفر على الخشب والخط العربي وصناعه الزجاج وتشكيل المعادن ورتي السجاد والنول اليدوي وعمال التطريز اليدوي. وليد هناي، الاخباريه السوريه، حلب.